السؤال بتاعنا اللي احنا قلنا ليه العياط مفيد وليه محتاجين نقول لبعض عيطي من غير كسوف. ليه بقى؟ العياط الحقيقة عامل زي المطر اللي بينزل بعد فترة جفاف طويلة فيسقي الأرض العطشانة. إيه رأيك بقى في التشبيه ده؟ الله على التشبيه الجميل. إيه رأيك؟ إيه الأكوان المقصورة اللي بتقولها الجميلة دي؟ العياط ده يا جماعة بيغسلنا من جوه، بيغسلنا، بيخلي الواحدة مننا تخرج كل الطاقة السلبية والمشاعر السلبية وأي كبت، أي قهر، أي طاقة مكبوتة جواها. ده غير إن هو طريق للتعافي. انت لو عايزه تتعافي بمعنى ايه؟ عليكي بالعياط. بمعنى ان اول خطوه في رحله التعافي هي انك تقدري تعبري عن نفسك صح. في ستات كتير ما بتعرفش تتكلم، بتكبت جواها، كبت ده بيعمل امراض. وقت ما اكون متضايقه بكبت، مخنوقه بكبت، ولا بعرف اعبر عن نفسي، ولا بعرف اتكلم، ولا بعرف حتى، ولا عندي وقت حتى ازعل شويه صغيرين، كله جوه، كله كبت كبت. هنا بقى الست ممكن يجرى لها حاجه، فهنا ما عندهاش حد مثلا تتكلم معاه، ما عندهاش تقدرش تروح لمتخصص. طيب ايه بقى حلها؟ العياط. العياط والدموع بيحلوا محلك كل الكلام، محل الكلام كله اللي انت عايزه تقوليه. ما تنسيش كمان ان العياط ما تفتكروش ان هو ضعف، العياط قوه. العياط قوه بجد، مش اي حد بيقدر يبكي. بتتخلصي من الطاقه السلبيه. هو قوه. قوه. مش اي حد يقدر يعني يبكي. يعني تعمل وقت معين في اليوم كده تعيط فيه؟ بعد الحلقه بتاعتنا تطبخ الأكلة لأنها تبقى مبسوطة، وبعد ما تطبخ الأكلة تغدي الأستاذ وتغدي العيال وبعدين تقعد تعيط تعيط بقى لحد ما تتفرج علينا تاني. لا لا، هي 10 دقايق بس. أغلب الناس بتعتبر العياط نوع من الضعف، ده مش حقيقي. بالتالي محدش بيحب يظهر إن هو ضعيف، زي ما قلت لكم ده مش حقيقي. عشان كده اللي بتبكي دي دي قوية، أنت قوية، اللي بتعيط دي قوية ومش خايفة من حد، وعندها استعداد تعبر عن ضعفها قدام الناس من غير كسوف ولا خجل. طب ليه الراجل بقى ما بيبكيش والست بتبكي اكتر؟ انا عايز اسال سؤال تاني غير ده. قول. هي الدموع دي بتغسل العين؟ دي حقيقه ولا نكته؟ يعني الدموع اللي بتنزل دي بتغسل العين ولا دي نكته؟ السؤال ده محيرني، احط انا بقى قطره ولا عيط؟ هقول لك حاجه يا شف، انا قبل ما اقول لك الدموع بتغسل العين ولا ما بتغسلش العين، انا بس عايز اقول لك ان البكاء اللي انا بقول عليه فوائده ايه؟ ايه فايده ان انا لما اعيط كده انا كست؟ ايه فايدته؟ ما عنديش فكره. اولا بيفرز هرمون الاوكسيتوسين. الاوكسيتوسين والاندروفين. دول بيتفرزوا لما انا اعيط لفتره، يعني مش دمع، اما اعيط شويه كده. الهرمونات دي بتتفرز في جسمي. طب الهرمونات دي بتساعد على ايه؟ اولا بتساعد على السعاده والاسترخاء، ده علميا. دي هرمونات علميا، دي علميا. وبتساعد كمان على تخفيف الالم الجسدي والعاطفي. الالم الجسدي والعاطفي. فانا مش بقول لما هنعيط هنرتاح كده، ده من عندي. ده علميا. علميا اللي بيعيط بيفرز هرمونات الاوكسيتوسين والاندروفين. دول بيفيدوا الانسان، دول بيعملوا سعاده واسترخاء وبيقضوا على الالم الجسدي والعاطفي. عشان كده دايما نقول ايه؟ أول ما عيط ارتاح. اللي بيعيط بيرتاح، صح؟ أو بيبقى مثلا في مشكلة كده فيقول له عيط عيط عيط، طلع اللي جواك حتى كده. يعني عادي، يعني مش عيب إن أنا فعلا أطلع اللي جوايا وأعيط. بالنسبة بقى الموضوع اللي أنت بتقولي عليه إن هو بيغسل العين، هو بيغسل مفيد العين فعلا. كده مفيد للعين، عامل زي قطرة طبيعية للعين. طبيعية. أنت ما بتحسش إن عينك نطفت كده لما البكاء؟ طبعا مفيد للعين ده أكيد. طب عيط إزاي؟